تمام. عايزاه بقى بكلمة مركزي هيعمل لي الهايلايت ده. بعد كده بريك زي ما اتفقنا ان هي بتعمل اللي هي دي ار بتنزل سطر. بعد كده عملت له حاجة اسمها دي ال ودي تي ودي دي. طب ايه بقى الكلام ده؟ الدي ال بعملها بداية ونهاية واكتب جواها دي تي. اكتب جوا الدي تي مثلا كلمة سي برجر زي ما انا عاملة هنا. كلمة برجر في ايه؟ في الدي تي، ما بين الدي تي بداية وما بين نهايتها. طب الدي دي هكتب فيها مثلا it's a meal contains of burger and the fries. طيب تعالوا نشوف كده، في انا هوضحها لكم اكتر هنا. شايفين بقى هنا اللي حصل؟ البرجر طلع في سطر و it's a meal contains of burger and the fries في سطر تاني. هتقولي لي طب ما احنا بنعمل الكلام ده عن طريق البي ار، ان هو يبقوا ده في سطر وده في سطر. ايوه بس ما لاحظتوش ان هو هنا عند البي ار الجمله دي، سوري عند البرجر عند الار هنا انتهت الكلمه بتاعه برجر وبدات it's a meal contains of a burger and the fries. بيبقى في زي سبيس كده هنا ما بين الكلمه اللي في الدي تي والكلمه اللي في الدي دي. برجر هنا مكتوبه في الدي تي و it's a meal contains of a burger and a fries معمولة في ال دي دي. تمام. طيب هنرجع تاني بقى للنوت بوك بتاعتنا، هنلاقي ان مكتوب فيها عملنا البرجر دي تي ودي دي. انا كمان عايزاها ما تطلعش لونها كده وخلاص، عايزة يبقى لونها ازرق، فخليت لونها ازرق عن طريق الفونت. برضو حطيت فونت حوالين كلمة برجر. طيب عملت الموضوع ده في الدي تي والدي دي عشان يطلعوا لي الوان. بعد كده عملت حاجه عايزاه يظهر لي، ثانيه كده هجيبها لكم. عملت ان هو يظهر لي، شايفين اهي صوره كده وصوره كده. الصور دي طب يعني انا طلعتها ازاي؟ هقول لكم. اول حاجه خليت الصور عندي على الديسكتوب اوكي، وبعد كده سميت الصورة مثلا ايه، مثلا زي سميت الصورة برجر، صورة سندوتش برجر سميتها برجر اوكي. هروح جاية عاملة هنا كلمة ايمج تمام، بعد كده اس ار سي ايكوال برجر دوت جي بي جي. طب يعني ايه؟ يعني سر اس ار سي ايكوال اسم الصورة ما بين دبل كوتيشن تمام. ايه دوت جي بي جي بي جي دي؟ هقول لكم. لا مش هنا، هوريكم. لو دخلنا هنا عند اي حاجه من دول مثلا سي بيبسي، دي صوره ما عندي انا مسميها بيبسي، هي صوره بيبسي فانا مسميها كده. نخش على بروبرتيز، هنلاقي ان نوعها هنا جي بي جي اهي، جي بي جي اللي هي دي تمام. هروح عاملاله في النوت باد بتاعتي جوه الايمج جنب البرجر هنا دوت جي بي جي في نفس الدبل كوتيشن، هي لازم تتكتب كده تمام. بس لازم اخش اشوف نوع الصورة، نوع الصورة. طيب بعد ما عملت دي هكتب الهايت بتاع الصورة والويت بتاع الصورة، ولازم يبقوا ما بين دبل كوتيشن 70% او يعني اي ارقام انا احطها. بعد كده عندي بقى دوست البي ار كتبت سوري بي ار طبعا. بعد كده بقى هفضل اعمل نفس الكود على قد الصور او الاكل اللي عندي تمام. هفضل اعمل نفس الكود على قد الصور او على قد اللي انا عايزاه. بعد كده انا قسمتها بصراحه، ما رضيتش اعمله كله كده على بعضه، هو هنا مش هيبقى باين ان هو متقسم، بس هو في العلامه دي هيبقى باين اكتر اهو. بصوا انا اوريهولكم، شايفين كده متقسم فود لوحده
بعد كده لو نزلنا شوية هنلاقي ان في ديزرت، بعد كده هنلاقي تحت ان هو عنده كمان درينكس، وعنده كمان ايه سوب شرب. تمام. طب ايه بقى يا جدعان ده كله؟ يعني ازاي انا ما انا يعني بقعد اعمل كده ازاي؟ بجيب الكلمة اللي انا عايزاها احطها ما بين مارك بي ار، عادي سهلة خالص. بي ار دي اللي هي بريك، لو مش عايز احطها هيظهر لي كلام جنب بعض، واكتب برضو كل نفس الكود اللي عملته فوق. يعني ممكن تاخدوه كله كوبي وبست وتقعدوا مثلا تغيروا في الالوان لو عايزين، تغيروا في السعر كمان. انا ما قلتلكوش احنا بنخلي الدي دي تحت خالص كمان، او ممكن ما نكتبهاش. ونكتب السعر اللي هو 20. انا مثلا هنا كتبت سعر الريد فيلفت، كتبت سعرها 20. طيب هنا في عملت نفس الكود وهكذا لغاية لما خلصت كل الاكل اللي انا عايزة احطه او الشرب. تمام. ايوه بقى هو ده بقى الجزء المهم اللي انا عايزاكم تبقوا عارفينه. ايه بقى الجزء المهم ده؟ هوريهولكم اهو. فينه؟ اهو. الفونت جواه حاجه اسمها color equal red، انا عايزه الكلام اللي جاي يبقى لونه احمر. وقفلت الفونت وكتبت حاجه اسمها italic، اي اختصار لي كلمه italic. italic دي بتخلي الكلام مايل، يعني انا هنا كاتباه كلام عادي هيبان لي في الاوتبوت بره ان هو كلام مايل، هتشوفوه ولونه احمر. تعالوا كده مثلا نشوف، انا مثلا هنا عايزه اغير لونه، هخليه مثلا لونه ايه براحتي بقى، بس انا هخلي لونه ازرق اهو، لونه ازرق. تمام. بس ما ننساش نعمل سيف. بعد كده كتبت ايتاليك وقفلتها برضو من تحت، كتبت thanks for choosing our restaurant comma if you prefer our restaurant press on the button that says yes. بعد كده بي ار، انا عايزة انزل سطر، كتبت له but if you don't prefer our restaurant please press on the button that says no. بي ار برضو عشان انزل تاني، وبي ار دي بقى بتسيب بسطر ما بينهم. input type radio name radio sorry ما بين double quotation name equal radio buttons وال value equal yes yes بي ار، وهكذا برضو في النو. ده الكود بتاعنا بكتبه. طب بكتبه ليه؟ بكتبه عشان يظهر لي زي اتنين باتن كده. الاتنين باتنز دول بيعملوا لي مثلا ايه ان هو خلاص كده، يعني ايه خلاص كده هو اتعمل الاوردر. تمام. يعني خلص لي خالص خلص الاوردر بتاعي. تمام. كمان انا كده خلصت الاوردر. اوكي. مثلا لا مش خلص لي الاوردر، هي بيبقى مثلا يس او نو، فانا ادوس يس هيشيلها من على نو، ادوس نو يشيلها من على يس. ان هو مثلا ايه، او مثلا ممكن اغير كلمة يس او نو دول بPrefer او not prefer، ميل او فيميل، اللي انا عايزاه على حسب اللي انا عايزاه. بعد كده عملت له if you have بي ار طبعا زي ما انا عايزاه، يعني if you have any bad or good comment please write it here. بي ار تاني. بعد كده notes input type equal text. تمام. دي عشان يطلع لي المربع اللي هكتب فيه. بي ار وده البادي والاتش تي ام ال القفله بتاعتهم. تعالوا نشوف الاول، ما ننساش نعمل كنترول اس او نعمل اللي هي بندوس على فايل، بعد كده سيف از تيست دوت اتش تي ام ال، بعد كده سيف يس. نروح على جوجل بتاعي ملو ريفرش. تعالوا كده نشوفه بقى من فوق. انا منيو هنا شكل دوست على حاجه،
تعالوا كده نشوفها هنا، كلمة منيو فوق، شفتوا كلمة منيو؟ انا دوست على البلس دي وهو طلعها لي. يعني كل حاجة بتبان في الاوتبوت بتاعي. هعمل ريفرش، خلاص اهي شلتها تمام اهو طلع لي. بس يعني بصوا كله. بعد كده في الاخر thanks for choosing our restaurant if you prefer، اللي هو الجملة اللي احنا عملناها كلها. بص بقى هنا،